ترد بإيه على الناس اللي بتقول عليكم إرهابيين؟ أرد اللي هم يجوا يشوفوا بعينيهم الأول، ما يسمعوش كلام الإعلام وبعد كده يجوا يتكلموا، ينزلوا يشوفوا بعينيها. قابلتني واحدة ست قبل كده في الميكروباص وقالت لي إرهابيين، قلت لها نزلتي وشفتي بعينيكي؟ والله بعون الله احنا ولا من الأول ولا على سيسي ولا كلام بيقولوا تهديد ولا حتى رغبة ولا حتى ان هو يدينا في نظام، احنا بنعول على ربنا سبحانه وتعالى في الأول وفي الآخر. أيا كان الكلام اللي هو بيقوله دلوقتي ولا يقدم ولا يأخر، لأن أنا في اعتقادي إن السيسي لا يملك قرار. لو يملك قرار واحد كان هرب من البلد، لكن هو قراره دلوقتي من الصهاينة وهم ما يقدروش يقولوا اهرب لانهم عايزين يفضل الاخر، وهو في الاخر هيبقى كبش الفدا. كل 10 تيل لا الشهاده لا الانتصار فقط لا غير، ما فيش اختيار ثالث. ما نحن فيه الان يتعدى مساله التهديدات ومساله التخويف. ما نحن فيه الان نحن في معركه مصير، اما بقاء او باطن الارض خير لنا. حتى إذا استيقظنا من نومنا في ليلة سوداء أو في يوم أسود ثم نأتي نسمع عن رجل قام وصاد وعصف ببلدة حتى ظهرت أن بلدنا اللي احنا عايشين فيها ما هيش بلد. لو في أي حد عايز يعمل أي أعمال إرهابية مش هيجيب أولاده وبناته وأطفاله يعمل بيهم أعمال إرهابية هنا. ده هما اللي إرهابيين، ده الداخلية دي هي اللي إرهابية وأكبر إرهابية في البلد. دول ده احنا بنتفتش واحنا داخلين، لو معانا قصافة بياخدوها مننا قصافة، يبقى ازاي احنا الناس إرهابيين؟ وانا صراحة انا اول يوم انزل هنا النهاردة إرهابيين فين؟ الناس مسلمين ومحترمين وكويسين وما فيش اي إرهاب. كان في بيقولوا في دبابات هنا وبتاع بس ما لقيتش. اقول لهم انتوا اللي الارهابيين وحسبنا الله ونعم الوكيل، انت واللي معاكم زي ما حرمتوا امهات شهداء كده يتمت شهداء. لا والله هم يجي يشوفوا بنيهم، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على مثل فلق الصبح فاشهد، يعني هم كلام هم الارهابيين هم البلطجيه دخليت ايه والمعصومين ايه، يجي يتمشوا هنا ويشوفوا الناس عامله ازاي. اشتغل نتورك انجينير، طبعا يعني اخدت اجازه من شغلي يوم الاربعاء ويوم الخميس علشان اجي هنا الميدان، لان كان اتقال ان في تهديدات ان ممكن الشرطه تهجم وكده. انا والدي مهندس معماري، طبعا ما اعتقدش ان دي مؤهلات الارهابيين، امال الناس العاديه هتبقى مؤهلاتها ايه؟ انا شايف الميدان قدامكم، اللي بيقول ان احنا ارهابيين يجي يتفرج ويشوف الاسلحه الجراد اللي تحت المنصه. انا لسه كنت جايب صاروخين جراد دلوقتي على كتفي وموديهم. اقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، احنا مش ارهابيين، انتوا بتضربوا فينا وبتموتوا الاطفال وبتقولوا علينا ارهابيين. السلاح اللي معانا هو المصحف والتسبيح والدعاء، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ان الارهابيين بيكونوا قتله واحنا بسلميه ما بنقتلش حد وما بنعملش حاجه، واحنا مش ارهابيين عشان ما بنقتلش حد. كنا ارهابيين كان بان من اول حاجه ان احنا يعني السلميين مش معانا اسلحه، ثانيا لو احنا ارهابيين اكتر دليل ان هم الارهابيين مش احنا، ان كل الشهداء وكل من عندنا احنا، ما فيش ولا قتيل من عندهم. اقول لهم انتوا ناس مغيبين ومضحوك عليكم من الاعلام الكذاب ده، ويا ريت بس يعني تنزلوا تشوفوا بعينكم الناس اللي في الميدان هنا عاملين ازاي او هم بيقولوا ايه او كده وبس، لكن ما تفضلوش تسمعوا من الاعلام اللي بيكذب عليكم وبيضحك عليكم وخليكم ناس مغيبين وكده. احنا في الميدان احنا اول مره نيجي النهارده، يعني مبسوطين جدا جدا والاولاد مبسوطين جدا جدا، ويوم جميل قضيناه في رمضان وحاجه بصراحه يعني فوق الخيال. يعني احب اقول لهم هم لو نزلوا هنا وبصوا بعينيهم وشافوا الشيوخ وشافوا الناس، ومش كل اللي هنا اخوان، واحنا قلناها قبل كده ان احنا مش نازلين عشان الاخوان، احنا نازلين عشان شعبنا التاني وعشان شرعيتنا، واحنا كل اللي احنا عاوزينه تطبيق شرع ربنا، ده اول حاجه خالص، وبعد كده شرعيه الرئيس مرسي. احنا هنا بنتقتل وبتسفك دمنا، ازاي احنا ارهابيين؟ سابوا القاتل ومسكوا في المقتول. انزل بنفسك وشوف الميدان، ولو لقيت اي سلاح في يد اي واحد مصري من الناس اللي هنا المحترمه اللي هم طول اليوم بيصلوا صلاه في وقتها يا جماعه، وبيقيموا الليل وصلاه تهجد، ويعني حاجات يعني ايمانيات عاليه جدا. هو فعلا انا ارهابي جاي لي السلاح بتاعي المصحف بتاعي، فاي واحد اتمنى من الله سبحانه وتعالى اي واحد ينطق بس لفظ ارهابي يجي يشوف الارهابيين دول ويجي يعيشهم. وانا متاكد اقسم بالله العظيم اي واحد يقول انا ارهابي وجه مجرد ما يشوف التعامل ويشوف الحب ويشوف الألفة ويشوف الود هيجي هنا فعلا هيقولك انا مش هسيب الارهابيين دمت واطلع تاني.